أهلا بكم. ما دلالات وضع وزارة الخزانة الأمريكية فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد على لائحة العقوبات؟ وكالة رويترز وصفت القرار أنه محاولة لتقييد الميليشيات الموالية لإيران، حيث العقوبات بسبب تورطه بجرائم ضد المتظاهرين السلميين في العراق، وباعتباره أحد أركان خلية الأزمة المشكلة لقمع التظاهرات في العراق بإشراف إيراني. ما موقف حكومة الكاظمي من هذا القرار باعتبار الفياض أحد العناصر المرتبطين برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كونه ضمن حكومته؟ وكيف سيكون موقفها من تهديدات ميليشيا الحشد وقصفها المستمر للسفارة الأمريكية؟ وكيف ستكون العلاقة المتوقعة بين واشنطن وميليشيا الحشد بعد استلام بايدن إدارة البيت الأبيض؟ هذه المحاور نناقشها اليوم في برنامج تحت الضوء بعنوان مستقبل العلاقة بين أمريكا وميليشيا الحشد. نتابع بداية هذا التقرير. التخادم والتخاصم الأمريكي والإيراني على أرض العراق يدفع ثمنه الشعب العراقي، فميليشيات الحشد كافة تواصل شن حملات اغتيالات لناشطين سياسيين ومتظاهرين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونظيفة واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نزيهة، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية التي وضعت رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض على لائحة العقوبات، ليس بصفته من أعمدة المشروع الإيراني فحسب، وإنما لمسؤوليته عن قمع المتظاهرين العراقيين وقتهم وارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بدعم مباشر من فيلق القدس الإيراني. لائحة العقوبات الأمريكية للميليشيات في العراق قد تضيف أسماء أخرى غير الفياض، فالقرار يشير إلى أنه أحد المجرمين الذين قتلوا المتظاهرين، ما يفتح الباب أمام معاقبة المسؤولين الحكوميين خارج دائرة ميليشيا الحشد أيضا، فضلا عن اعتراف الولايات المتحدة بشرعية التظاهرات ومطالبها. وكالة أسوشيت بريس ذكرت أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة في بغداد اهتزت كثيرا في العامين الماضيين، إذ كثفت الجماعات المدعومة من إيران هجماتها على الوجود الأمريكي، في حين قلل وزير الدفاع الحالي جمعة عناد من خطورة الصواريخ التي تطلقها الميليشيات الموالية لإيران على المدنيين والسفارة الأمريكية في العراق، في تصريح عده مراقبون تسويغا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات. الكونغرس الأمريكي أصدر في شهر آب عام 2020 مشروع قرار بوقف الدعم المالي المقدم لميليشيا الحشد منذ عام 2014، ويحد على وجه الخصوص من تمويل ميليشيا بدر التي يتزعمها هادي العامري، ويشير القرار إلى أن أغلب ميليشيات الحشد تابعة لإيران. العقوبات الأمريكية والضغوط الميليشياوية التي هددت من قبل بقطع أذني الكاظمي وضعته أمام خيارات لا يحسد عليها، فإما التضحية بعلاقاته مع إيران وإما مواجهة عزلة أمريكية، ما يجعل مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن أمام تحديات صعبة، ولا سيما بعد إعلان جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، ضيفي في الأستوديو. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ مصطفى. أرحب أيضا بضيفي أيضا أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، انضم معنا عبر سكايب من فيينا. أستاذ زياد مرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهديكم ومتابعكم في كل مكان. شكرا لك أستاذ زياد، عذرا عبر الهاتف من فيينا. نشكرك شكرا جزيلا لانضمامك أستاذ زياد ووجودك معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، نتحدث عن وضع وزارة الخزانة الأمريكية فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد في خانة العقوبات الأمريكية، لنتعرف أكثر عن أهمية فالح الفياض في السلطة في الحكومة الحالية. ما الذي جعله يصل إلى مرحلة أن تفرض عليه عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام مرة أخرى، وتحية للأخ العزيز الأستاذ زياد السنجري الذي سينضم إلينا في هذا البرنامج. فالح الفياض هو واحد من أهم أركان النظام الميليشياوي
الإرهابي المتحكم بالعراق، وهو منذ أكثر من 10 سنوات يحتل هذا المنصب، هذه مجموعة من المناصب الأمنية، وأيضا في على هرم ميليشيات الحشد الشعبي في رئاسة هيئة الحشد الشعبي كما تسمى. وهو في الدرجة الأساس هو يعني المبعوث الشخصي لكل المسؤولين في العراق، أقصد رؤساء الوزارات ورئيس المسمى رئيس الجمهورية في العراق، يعني إلى النظام السوري، هو مسؤول عن تنسيق العلاقة بين سوريا والعراق في موضوع الميليشيات وتواجدها على خط الحدود، وفيما يتعلق ب الممارسات الإجرامية والإرهاب الذي تمارسه هذه العصابات التي تسمى عصابات الحشد الشعبي في سوريا بحق أبناء الشعب العربي السوري. هو دائما يعني هو كان مسؤول لمستشار للأمن الوطني، وأيضا هو رئيس هيئة الحشد الشعبي. هذا المنصب يعني في تقديري هو دلالة على أن يعني الدولة العميقة كما تسمى في العراق، هو الممثل الأساسي لهذه الدولة في واجهتها الرسمية. طبعا هناك شخصيات أخرى يعني تتصل بالعمل الميداني لهذه الميليشيات التي تتحكم بالعراق، وفي الحقيقة هي هذه الدولة العميقة كما تسمى في العراق هي الميليشيات الإرهابية التي تحكم كل مفاصل النظام في العراق، مفاصله الأمنية والعسكرية والإدارية وحتى الخدمية أيضا. فالح الفياض هو الوجه الرسمي لهذه الميليشيات الإرهابية. دلالات هذا التوقيت التي يعني هذه العملية تأتي إدراج فالح الفياض يعني في قائمة العقوبات الأمريكية، عقوبات وزارة الخزانة، تأتي في نهاية فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذه العقوبات كما هو واضح هي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد المتظاهرين، متظاهري ثورة تشرين في بغداد وفي المحافظات الأخرى. هذا الأمر باعتقادي كونه أدرج بسبب الانتهاكات حقوق الإنسان لن يكون من السهل على الإدارة الأمريكية القادمة إزالته من هذه اللائحة ورفع العقوبات عنه. وبالتالي هو لو كان مثلا مدرج بسبب الإرهاب ربما يجري استئناف لهذه الخطوة ويتم إزالته من هذه اللائحة. لكن موضوع الانتهاكات حقوق الإنسان هو موضوع بالغ الأهمية كما تزعم الولايات المتحدة، وطبعا هي أمريكا تنتهك حقوق الإنسان في كل مكان، ولكن هي في الظاهر ومع في تعاملها مع الدول الأخرى تجعل من هذه اللافتة يعني محورا أساسيا في سياستها الخارجية. يعني الجميع يعرف أن فالح الفياض على سبيل المثال قاد المظاهرات أو شارك في المظاهرات التي اقتحمت مبنى السفارة الأمريكية في نهاية عام 2019، وفي الحقيقة هو لم يكن اقتحاما طبعا، وإنما فتحت لهم الأبواب، ولكن يعني هذا الاعتداء على المقر الدبلوماسي الذي يجب أن يكون محترما ومصانا وفق الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. يعني نحن موقفنا من الاحتلال الأمريكي معروف، ولكن بالضد منه وندعو لمقاومته في كل الأحوال، ولكن موضوع الاعتداء على السفارات والمقرات الدبلوماسية هذا عمل إجرامي، ويعني ينتهك الالتزامات التي على السلطة في العراق تجاه يعني مفروضة على السلطة في العراق تجاه المقرات والبعثات الدبلوماسية. فالح الفياض كان إلى جنب أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري في يعني هجوم الغوغاء والعصابات الإرهابية على هذه السفارة في نهاية عام 2019 كما نتذكر. وبالتالي كان يعني النقطة الأخيرة فقط، كان من الطبيعي أن يدرج في هذه اللائحة، لأنه أيضا يعني أبو مهدي المهندس كان مدرجا على لائحة الإرهاب، هادي العامري أدرج، قيس الخزعلي، أما فالح الفياض فقد اختير له قائمة العقوبات بسبب انتهاكاته. هناك من يدرج على لائحة الإرهاب ويتم تصفيته أمريكيا،
وهذا ما حصل في بداية عام 2020 عندما اغتالت الطائرات الأمريكية أو الولايات المتحدة اغتالت سليماني وأبو مهدي المهندس. هذا يدفعنا أيضا للتساؤل، يعني بحسب رويترز، وكالة رويترز تقول إن محاولة تقييد الميليشيات جاءت في هذا الإطار، إطار فرض العقوبات على فالح الفياض. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ، يعني فقط في هذه النقطة إذا تسمح لي. هو في الحقيقة يجب أن نفهم أن التنسيق الذي كان بين الإدارة الأمريكية، الإدارات الأمريكية منذ بداية غزو العراق وحتى ما قبل الغزو مع الجانب الإيراني وما بعد الغزو كان مع سليماني، ويعني هناك وثيقة نشرناها نحن قبل أيام، نشرت في وثائق وتسريبات ويكليكس، هي رسالة من سليماني إلى السفير الأمريكي في حينها زلماي خليل زاد، ونقلها رئيس النظام العراقي في حينه جلال طلباني. هذا كانت في بداية 2007، وهو يقسم، سليماني يقسم وفي رسالته إلى خليل زاد يقسم بقبر خميني أنه لم يطلق ولن يطلق رصاصة واحدة ضد الجنود الأمريكان في العراق، وأن لديه مئات العملاء في داخل العراق، ولكنه لا يأمرهم على الإطلاق بمواجهة القوات الأمريكية. بالعكس، هو يعني في هذه الرسالة يبحث عن التنسيق الأمني المشترك، وكلمة التنسيق الأمني يعني مواجهة المقاومة الوطنية العراقية، هذا هو التنسيق الأمني المشترك. وبالفعل عقدت جلسات للمباحثات في هذا الصدد في بغداد في عام 2007 و2008. أما لماذا اغتيل؟ لاغتيل والآن يجري استهداف هذه الميليشيات في بعض مفاصلها وليس كلها، لأنها تجاوزت الحدود المسموح بها، وأصبحت إيران تحاول أن تستفرد بالقرار في العراق وبالمكاسب التي نجمت عن غزو واحتلال العراق، وتخرج الولايات وتريد أن تخرج الولايات المتحدة من هذه الساحة. ومن هنا كان يعني وسليماني هو الواجهة الأساسية والمنفذ الأساسي لهذا المشروع الذي يديره خامنئي بشكل مباشر، المرشد الأعلى الإيراني، وسليماني ينفذه على الأرض. وسليماني هو الشخص الثاني في النظام الإيراني بصرف النظر عن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وإلى آخره. فلذلك من هنا جاء استهداف سليماني. نعم، اسمح لي أن أرحب مرة أخرى بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، انضم معنا من فيينا عبر الهاتف. أستاذ زياد، يعني ترى ما حقيقة هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على فالح الفياض، وهل هي فعلا بسبب ارتكابه يعني أو بسبب قمع التظاهرات السلمية في العراق في هذا التوقيت؟ كما هو معلوم أن التظاهرات تقمع منذ أكثر من عام، يعني لماذا الآن؟ ما حقيقة هذه العقوبات وما جدواها؟ سؤال جيد أخي العزيز دكتور. في الحقيقة هناك مسألة مهمة، يعني دائما ما علينا أن نحلل القرارات الأمريكية وأبعادها، لربما هو ظاهريا بسبب الخروقات والانتهاكات في حقوق الإنسان، ولكن الحقيقة هو الأمر مختلف تماما. الولايات المتحدة تدرك جيدا بأن فالح الفياض والمنظومة السياسية في داخل العراق وخاصة الحشد مارس أبشع الجرائم منذ تأسيس أو ظهوره بشكل علني الحشد الشعبي بفتوى السيد السيستاني، حتى تشريعه بالبرلمان وقيامه بمجازر كبرى في محافظات عديدة، ولربما آخر شيء هو المجازر التي قام ويقوم بها الآن في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية. ولكن هناك أبعاد أخرى، أبعاد مهمة استراتيجية، لربما هو قطع إدارة ترامب على المنظومة السياسية والقرار الأمريكي مستقبلاً بفتح تفاهمات مع إيران وأذرع إيران في داخل العراق. نعلم جيدا بأن سياسة الديمقراطيين هي سياسة الحقيقة من وقت السيد أوباما رئيس الولايات المتحدة، هي سياسة احتواء إيران بطريقة أو بأخرى والتنازل عن كثير من الأمور التي تخص لربما نوعا ما أمن إسرائيل بطريقة أو بأخرى. هناك الأمور تخص مصر وكذلك في العراق، لكن ما حدث الآن هو أن ترامب اتخذ هذا القرار
بعدما أدرك جيدا بأن فالح الفياض هو حلقة وصل مهمة جدا بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولعب دور كبير في تقارب وجهات النظر مع قاسم سليماني الذي كان يمثل القرار الإيراني في داخل العراق، وفالح الفياض هو أذرع إيران في داخل العراق. لذلك فالح الفياض هو الشخصية الأبرز والأهم. يعني تخيل أن يتم اغتيال نائب رئيس الحشد ولم تفرض عقوبات على رئيس الحشد، فأكيد له ثقل كبير فالح الفياض. لديه موقع متميز في صناعة القرار أو تحاليس القرارات في داخل العراق، وهو لاعب أساسي أيضا في الطبقة السياسية العراقية، وقائد بصورة أخرى ومخول من الخامنئي بالميليشيات، ولديه سطوة كبيرة. فرض العقوبات يعني قطع التواصل مع إيران مستقبلا من أجل والوصول إلى تفاهمات مع الديمقراطيين. هي ضربة للديمقراطيين أكثر مما هي ضربة لأي جهة أخرى. فترامب يدرك جيدا بأنه حوصر وهناك هجمة شرسة عليه في أمريكا. أراد أن يلعب بالأوراق الخارجية، ومن أهم تلك الأوراق أنا حسب وجهة نظري هي ضرب كل جهة أو كل شخصية ممكن أن تعيد التوازن والتقارب ما بين الديمقراطيين وإيران وخاصة الساحة العراقية. لذلك هذا من الأسباب الرئيسية التي أستطيع أن أعتبرها، لأن فالح الفياض هو نسق الأمور سابقا بشكل كبير مع الولايات المتحدة وتفاوض معهم ومع السفارة الأمريكية أيضا. حتى مشاركته في المظاهرات أمام السفارة الأمريكية كانت مشاركة شكلية، لأنه يدرك جيدا أنه سيدفع ثمن كبير، وبالفعل دفع هذا الثمن. ولربما مشاركته في مسألة السفارة هي من عجلت بموضوع فرض العقوبات على شخصية مثل فالح الفياض، الذي أعتقد بأنه دق إسفين عدم العودة إلى مفاوضات حقيقية مع النظام الإيراني في المستقبل، لأن الجميع ينتظر تسلم بايدن في الولايات المتحدة، وأول شيء سيقوم به بايدن المطلع جيدا على السياسة العراقية، بل لديه علاقات عندما كان نائب رئيس مع الكثير من السياسيين مثل البارزاني، مثل أسامة النجيفي، مثل فالح الفياض، وكثير من الأسماء الأخرى. نعم أستاذ زياد، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ مصطفى، العقوبات شملت أموال الفياض المنقولة وغير المنقولة، كما شملت يعني أسهمه في الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نريد أن نعرف لماذا يتم يعني ظاهر هذه العقوبات بسبب قتل المتظاهرين أو قمع الثورة السلمية في العراق، في حين يتحدث عن عقوبات أصلها أن يعني مصادرة أموال منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى أن أسهم في شركات أمريكية. هل هناك من جدوى لهذه العقوبات التي تفرض على شخصية كفالح الفياض؟ ما هي الرسالة التي تريد أن ترسلها واشنطن إلى إيران من خلال هذه العقوبات التي معظم المحللين يقللون من جدواها؟ العقوبات التي تفرض على مسؤولين سياسيين مثل فالح الفياض أو أمثاله هي عقوبات رمزية. الجميع يعرف، والولايات المتحدة في مقدمة من يعرف، أن ليس لفالح الفياض أي أموال في البنوك الأمريكية، وليست له ربما أسهم في الشركات الأمريكية، هذا هو الواضح، وليست له أملاك غير منقولة في يعني البقعة الجغرافية للولايات المتحدة التي تخضع للقوانين الفيدرالية الأمريكية. ولكن هذه عقوبات رمزية، هذه رسالة سياسية واضحة للنظام في بغداد، النظام الميليشياوي الإرهابي الذي قلنا أن فالح الفياض يمثل واجهة من واجهاته الأساسية، ويعني بمعنى أنها هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فالح الفياض ستجعل من أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في الخليج العربي، يعني ربما تدفعهم إلى اتخاذ قرارات مشابهة، لأنها يعني
النظام المصرفي مرتبط بشكل كامل، النظام المصرفي في هذه الدول مرتبط بشكل كامل بالنظام المصرفي الأمريكي، وأيضا مراقبة عملية التحويلات الخارجية، وبالتالي هذا له يعني كما قلت رسالة رمزية، وهي يعني لن تجمد له لأنه لا توجد هذه الأموال، ولكن هذه الرسالة الرمزية بمعنى أن لا يوجد هناك شخص بمنأى عن هذه. هل ربما يعني بحسب ما يرى بعض المحللين وحتى الخبراء العسكريين قالوا بأن هناك تلميحات من قبل أمريكا قبل أن تكون هناك عمليات ربما استهدافات مستقبلية مشابكة لما جرى لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هل هذا الأمر تراه يعني فيه شيء من الصحة؟ استهداف عسكري مباشر للقتل مثل ما حصل لقاسم سليماني، هل ممكن يعني أن يكون يعني هذا مستقبلا؟ بالتأكيد أنا أعتقد أن هناك قائمة من الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة ويجري تتبعهم، وهذا أمر مؤكد. يعني كل زعماء العصابات الإرهابية الذين سبق للولايات المتحدة في سنوات سابقة أن أعطتهم الضوء الأخضر في ممارسة أعمال إجرامية غض النظر عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في كل مكان، في حتى خلال الحرب مع تنظيم داعش كان هناك إجرام متواصل يعني لهذه الميليشيات ولزعمائها، رغم ذلك كان هناك أيضا تنسيق أمريكي عالي المستوى مع هذه الميليشيات ومع شخوص زعاماتها، لكن بالتأكيد هناك في يوم ما سيأتي الحساب لهذه الزعامات الميليشياوية الإرهابية لأنها تجاوزت الحدود التي اتفق عليها في إطار مشروع غزو واحتلال العراق. الآن هذه الميليشيات سواء هذه العامري، قيس الخزعلي، آخرين ربما، كلهم أصبحوا تابعين بالكامل وليس يعني مناصفة كما كان يفترض. هل هذا يعني أنما بالكامل لمشروع ولاية الفقيه وأصبحوا ينافسون الولايات المتحدة يعني يتماحكون معها ويحاولون إخراجها من العراق خاسرة، بينما هي التي احتلت العراق وأسقطت الحكم الوطني فيه ودمرت البلاد وسلمت الحكم لعملاء إيران، فكان يفترض أن يجازوها بعرفان وليس بالولاء التام والتبعية التامة للنظام الإيراني. الذي يجري هو محاولة الاستفراد بالعراق من قبل إيران، وهذا غير مسموح به أمريكيا. التوافقات الإيرانية الأمريكية في العراق لها حدود وليست يعني تحالفات استراتيجية بالمطلق، وإنما لها حدود، إذا تجاوز أي من الطرفين هذه الحدود فإن الطرف الآخر يحاول أن ينتقص أو يردع هذا المتجاوز، وإيران هنا هي من تحاول خرق قواعد الاتفاق المبرم شفهيا أو ربما ورقيا بين إيران والولايات المتحدة. من هنا يعني هذه كل ما يجري في العراق هو في هذا الإطار، ليس هناك صراع حقيقي كامل وليس هناك تحالف استراتيجي كامل، هناك مرحلة تخادم بين الطرفين، وهذه المرحلة التخادم والتعاون يعني هي مرحلية وربما تخضع لمستجدات تتغير فيها مسارات السياسة واتجاهاتها. سنتعرف على هذه المستجدات المتوقعة. أستاذ زياد، وزارة الخارجية في العراق استنكرت فرض وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على فالح الفياض، من وجهة نظرك الآن هل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باعتبار أن فالح الفياض هو أحد أفراد حكومته على أحد أعضاء حكومته وعلى صلة وثيقة به، هل ترى أن رئيس الحكومة الآن مصطفى الكاظمي في ورطة بعد فرض هذه العقوبات؟ مصطفى الكاظمي ووزارة الخارجية العراقية ومنظومة الدولة العراقية الآن هي الحلقة الأضعف فيما يجري، فهم عمليا لا حول ولا قوة. كلنا نشاهد استهداف المطار واستهداف البعثات الدبلوماسية، استهداف السفارة الأمريكية. الحقيقة الكاظمي حاول أن يستعرض ولكن الميليشيات قالت كلمتها وكانت واضحة عندما تم اعتقال بعض الأشخاص، وكان الرد واضح بتطويق مقر أهم جهاز هو جهاز مكافحة الإرهاب لما لديه شعبية نوعا ما
في داخل العراق، وأثبت للجميع أنه أن الحكومة وهذا الجهاز هو أضعف من أن يتصرف تجاه تلك الميليشيات. وزارة الخارجية الحقيقة هي ناطقة باسم الخارجية الإيرانية، وأنا أنتظر أيضا من وزارة الخارجية أيضا إدانة تصنيف ميليشيا الحوثي اليوم بأنها ميليشيات إرهابية. الحقيقة الخارجية العراقية والسورية واللبنانية واليمنية في صنعاء يعني بالتحديد هم مجرد مكاتب تابعين لوزارة الخارجية الإيرانية، فمن غير من المعقول أن يتم إشماع عربي على إدانة إيران بكثير من التصرفات إلا العراق الذي يتحفظ أو يكون ضد هذا القرار. اليوم عمليا العراق محتل، وما نشاهده اليوم في داخل العراق من مظاهرات من حرب صور قاسم سليماني خير دليل على ذلك. هل من المعقول أن ميليشيا الحشد تنشد النشيد الوطني الإيراني وترفع العلم الإيراني؟ قبل يومين فقط رفعت أعلام إيران في سهل نينوى من قبل ميليشيات لواء 30، والآن شاهدنا في بغداد وبقية المحافظات رفع أعلام إيرانية والنشيد الوطني الإيراني. هذه الدول محتلة، الخارجية العراقية من المؤسف أن تحمل اسم الخارجية العراقية. الخارجية العراقية هي عبارة عن مكتب صغير يملى عليه ما يريد أن تقوله إيران أو ما تريد أن تمرره. فشاهدنا كلنا دور عادل عبد المهدي الذي انصاعد للجنرال قاسم سليماني عندما طلب منه وساطة سعودية، وهو في أحد المقابلات ذكرها، قال له تعال اذهب إلى هنا قل لهم كذا إلى آخره. فالخارجية العراقية تنفذ ما يطلب منها فقط. أما إدانة فالح الفياض مثل ما أدانت المجرم قاسم سليماني، اختيار قاسم سليماني في داخل العراق، مثل ما قالت أبو مهدي المهندس المطلوب في عدد من الجرائم الإرهابية، الحقيقة الخارجية العراقية يجب أن تصنف بأنها مكتب لرعاية الإرهاب في الشرق الأوسط. فهذه الخارجية لا تمثل حقيقة إرادة الشعب العراقي بكل تأكيد. نعم، هذه التسلسلات الدراماتيكية بالتأكيد أستاذ مصطفى جاءت يعني بعد استهداف السفارة من قبل الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا. من وجهة نظرك يعني الآن في تداعياتها، في إطار تداعياتها وضمن تصريحات أيضا للمسؤولين في العراق الحكوميين ووزير الدفاع أيضا الحالي الذي صرح وزير الدفاع جمعة عناد، قال إنه يعني لا خطورة أو في خطاب قلل من خطورة الميليشيات في العراق وهجماتها على السفارة في السفارة الأمريكية ببغداد. الميليشيات حذرت الكاظمي لأكثر من مرة ربما، وكان أبرز ما قالت حذرته بأنه عليه أن لا يختبر صبر الميليشيات، وهددته أيضا بقطع الأذن. وفق هذه التصريحات وهذه التسلسلات الدراماتيكية، كيف تنظر إلى طبيعة العلاقة ما بين الميليشيات والولايات المتحدة في ضوء هذه التهديدات، وكأنها هي التي تأمر وتنهي وبيدها القرار وتهدد وتنفذ؟ يعني لو سألت أي صبي في الشارع في العراق لقال لك أن من يحكم في العراق أو من يتحكم بالعراق بشؤون العراق لقال لك أن الميليشيات وشخوصها وزعاماتها هي من تتحكم بكل مفاصل الأمور في العراق، ابتداء من زاخو وحتى الفاو ومن القائم حتى بدر وجصان في شرق العراق. كل المفاصل الحكومية والأمنية والإدارية والعسكرية وكما قلنا حتى الخدمية أيضا خاضعة لنفوذ الميليشيات الإرهابية في العراق. لا يمكن أن يتعين ضابط في موقع مسؤولية في العراق دون موافقة هذه الميليشيات الإرهابية، وإذا تعين خارج إطار موافقتها فإنه سيجري استهدافه بشكل أو بآخر لأجل أن إما بالقتل أو بالتهديد أو بالابتزاز أو بالترهيب لأجل أن يعني لا يتصادم مع هذه الميليشيات ثم يجري نقلة بعد فترة. أيضا لو كان هناك وزير بهذا الشكل أو مدير عام أو هناك برلماني يجري بمجرد أي تصريح يخرج من أي برلماني أو من بل حتى الصحفيين الآن، لو أن صحفيا يعني تحدث بشكل يزعج
مشروع ولاية الفقيه ورموزه في العراق يجري استهدافه. قبل أيام تحدث أحد ما يسمى مستشار لرئيس الوزراء، يعني حقيقة هذا المنصب يعني لو تلاحظ اللافتة كبيرة، ولكن الفعل لا شيء. تحدث عن دخول سليماني وخروجه من العراق بدون تأشيرة، وجرى استهدافه أيضا. التصريح الذي أدلى به وزير دفاع عصابة المنطقة الخضراء حقيقة يعني تصريح معيب جدا وبائس إلى درجة من الرثاثة والبؤس يعني لا توصف. هل هناك وزير دفاع يحترم نفسه بأي قدر من المسؤولية؟ وهل هناك حكومة كما تسمى يعني تحترم نفسها بأي قدر من المقادير؟ تتحدث عن أن ضربة أو ضربتين، رشقتين صاروخيتين في الشهر الواحد على السفارة الأمريكية أو على مقرات دبلوماسية أو حكومية عراقية أو مقرات دبلوماسية عربية أو أجنبية في الشهر الواحد لا تؤثر. هذا يعني هذا مستوى من الانحطاط في التفكير والرثاثة، بحيث يعني حقيقة يعني لا يمكن لمراقب أن يحلل هذا التصريح، إلا أنه تعبير عن يعني انحطاط التفكير وعدم وجود الرؤية الحقيقية لمعنى الأمن ولمعنى الاستقرار في العراق. يعني الميليشيات حذرت الكاظمي من اختبار صبرها. الميليشيات حقيقة ليست حذرت الكاظمي، أولا الميليشيات هي التي جاءت بالكاظمي، يعني الكاظمي لم يكن ليأتي إلى سدة الحكم والتحكم في العراق لولا أن مقتدى الصدر وهادي العامري اتفق على ترشيحه، وأرضخت إيران عبر زيارة قاآني قائد فيلق القدس الذي خلف سليماني، جاء إلى العراق وأجبر باقي العناصر الميليشياوية التي كانت قبل أيام من تعيينه تتحدث عن دوره في استهداف المهندس وسليماني، وأنه عميل للمخابرات الأمريكية، وأنه هو من زود الولايات المتحدة بإحداثيات وبمعلومات عن توقيت وصول سليماني والمهندس إلى بغداد، وجرى استهدافهما بالتنسيق مع مخابرات مصطفى الكاظمي. قبل أيام يتحدث قيس الخزعلي وكتائب حزب الله والنجباء وإلى آخره يتحدثون عن هذه النقطة ويتهمون الكاظمي، بعد أيام يوافقون على ترشيحه لرئاسة الوزراء. هذا لم يحدث لأنهم يعني ناموا في الليل وثم صحوا يعني رأوا حلما في المنام وقرروا تنفيذه، لا، وإنما هذا نتيجة الإملاءات الأمريكية الإيرانية عفوا الذي حصل في يعني هذا أولا. ثانيا الإهانة التي وجهت إلى مصطفى الكاظمي خلال هذه الأشهر الستة أو السبعة منذ توليه السلطة في العراق إلى حد الآن، جرت عدة محاولات عدة ممارسات لإهانته عمليا. ديست صوره من قبل الميليشيات الحشد الشعبي التي هي جزء من القوات المسلحة، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهو لم يحرك ساكنا لمنع يعني الدوس على صوره بالأحذية. هل يمكن لضابط أو للقائد العام للقوات المسلحة أن يقبل أن تداس صوره من قبل جنوده يعني في مقر حكمه في المنطقة الخضراء؟ يعني هل هناك استهانة أكثر من هذا؟ أيضا هذه التهديد بقطع الأذن، هذا يعني نوع من الاحتقار الكامل لهذا الشخص الذي يعني هو حقيقة جاء إلى المنصب في غفلة من الزمن، وكل ما يقال في طريقة وصوله إلى هذا الموقع أو إلى موقع جهاز المخابرات الحقيقة هو يعني لافت للنظر ويجب أن يدرس. وقيس الخزعلي تحدث بشكل علني في الحقيقة في هذا الموضوع، قال أن نحن مصلحتنا اقتضت أن يأتي شخص المصطفى الكاظمي إلى سدة الحكم، فما هي مصلحتهم؟
هم جاءوا به وهم الآن يسيرونه وهم الآن يعني وهو ذهب إلى مقرهم طيب. وارتدى بدلتهم طيب. وكل الإجراءات التي يحاول أنه يعني كما يقال فرض هيبة الدولة واستقلاليتها وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت، كل هذه الحقيقة ادعاءات لا قيمة لها، يعني على الأرض يجري الاستهانة به وعلى الأرض يجري خرق هذه الأوامر والتعليمات من بغداد وعلى مسافة قريبة جدا من مقر رئيس الجمهورية كما يسمى ومقر رئيس الوزراء، يجري استهداف هذه المنطقة الشديدة التحصين، ثم تخرج هذه التصريحات المعيبة لوزير الدفاع ويقول أن هذه ليست مشكلة أن يجري استهداف مرتين أو ثلاثة أو يقلل من شأنها يقلل من قيمتها في الحقيقة هو بالحقيقة يقلل من قيمته هو ومن مؤسساته الأمنية والعسكرية والاستخبارية التي يفترض أن تمنع هذا هذه الاستهدافات وأن تفرض الأمن والاستقرار في البلاد. نعم أستاذ زياد، بالعودة إليكم مرة أخرى، الأحداث العالمية متوجهة بأنظارها إلى ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض من رحيل ترامب وتسلم بايدن إدارة البيت الأبيض وما جرى فيه من فوضى عارمة وأحداث متوالية وسلسلة من دراماتيكيات، يعني انطلاقا مما يجري في العراق واستهداف الميليشيات وتهديداتها للسفارة الأمريكية والردود الأمريكية تجاهها وهذه العقوبات، نتساءل انطلاقا من هذه المعطيات، ترى يعني ما طبيعة أو مستقبل العلاقة بين الأمريكيين والميليشيات في العراق مع وصول بايدن إدارة البيت الأبيض في غضون الأيام المقبلة؟ نعم دكتور سمير، الحقيقة مسألة مهمة وسؤال جوهري، لكن للأسف الإجابة ربما لا تعجب المشاهدين الكرام ولا تعجبكم ولا تعجبني أنا شخصيا، لكنه واقع الحال يقول هناك مؤشرات سلبية من إدارة بايدن تجاه الملف العراقي، هناك مؤشرات سلبية أن بايدن سينتهج نهج أوباما في داخل العراق، وأنا أعرف جيدا نهج أوباما إلى أين أوصلنا في داخل العراق، فالولايات المتحدة دائما ما تتخلى عن مسؤولياتها في الأزمات التي افتعلتها بعد احتلال العراق وتدميره وتغيير نظامه الوطني، لكن الإدارة الأمريكية خاصة في زمن الديمقراطيين هي إدارات ضعيفة أو تحاول أن تكون ضعيفة على الأقل شكليا في مسألة إدارة الملف العراقي، يعني هناك مؤشرات منها أن بايدن يريد بطريقة أو بأخرى إرسال رسائل مباشرة للجانب الإيراني حول استئناف مفاوضات الملف النووي، وهذا بحد ذاته يعني عودة تدفق الأموال بشكل كبير إلى إيران، وهذا ما حدث سابقا. ماكروك البحث الأمريكي في الشرق الأوسط وفي العراق الذي لعب دور سلبي كبير جدا من أجل الحشد الشعبي، من أجل حزب الدعوة، من أجل هذه الأحزاب الموجودة، والذي ارتكب فضيحة جنسية مشهورة في القصر الجمهوري مع إحدى الصحفيات، هذا سيعاد إلى العراق ويعاد إلى المنطقة. هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات كلها تدل على أن الديمقراطيين سيكونوا مهتمين بملفات أخرى أكثر أهمية لديهم من ملف العراق، ويريدون بطريقة أو بأخرى تجنب الاحتكاكات أو التصعيد الذي قام به ترامب خاصة في الفترة الأخيرة. لذلك ربما شاهدنا اختيار صالح الفياض، شخصية اختيار صالح الفياض ضمن العقوبات الأمريكية الجديدة. سابقا سمعنا حتى عن شخصيات سياسية سنية مثل أبو مازن، خميس الخنجر وغيره، وقادة ميليشيات أيضا، ولكن صالح الفياض يعني عدم اللاعودة. هناك الحوثيين تصنيفهم كمنظمة إرهابية أيضا اختيار، نحن نعلم كلنا والسادة المتابعين والمشاهدين بأن ميليشيا الحوثي في اليمن هي تابعة إلى إيران. ترامب استدرك الأمر يعني هل تتوقع أن يكون هناك في الأيام المقبلة من وجهة نظرك أن يكون هناك مثلا تصنيف
مثلا لميليشيا الحشد كمنظمة إرهابية على اللائحة الأمريكية، ممكن أن تصل أو يصل الأمر إلى هذا الحد؟ ولربما ترامب رعى أن يتخذ مثل هذا القرار، وليس غريب عليه اتخاذ مثل هذه القرارات الغريبة التي لربما يريد فيها النيل من الجهات أو الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة التي أطاحت به كثيرا. المشكلة الآن تتعلق داخل البيت الأبيض وتتعلق داخل الكونغرس الأمريكي الذي يريد إقالة ترامب وفق المادة 25، فإذا تم ذلك خلال الأيام المقبلة لربما لن يستطيع ترامب، أما إذا بقى ترامب فسيصدر عفو رئاسي عنه وعن مجموعة أشخاص من المقربين والمحيطين به، إضافة إلى سلسلة من القرارات الأخرى والتي سوف تلتزم بها الإدارة الأمريكية ضمن الدستور الأمريكي. لذلك ربما إذا نجا ترامب من الإقالة سنسمع بقرارات جديدة أكثر جرأة منه، نكاية بالحزب الديمقراطي ونكاية بجو بايدن ونكاية بأوباما الذي تقرب من إيران بشكل كبير وملفت النظر على الأقل خلال السياسات التي تبعها أوباما في داخل العراق ما أدى إلى سقوط محافظات كثيرة. فمن غير معقول أن تسقط محافظات بها التنظيمات مثل داعش بينما أوباما لا تعلم بذلك الأمر ولم تتحرك، وإنما أعلنت عن مضي 3 سنوات على الأقل، وبالفعل هذا ما حدث عندما مرت 3 سنوات حتى تم التحرك بشكل بآخر بعدما تم التنسيق مع ميليشيات الحشد الشعبي لسياسة تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، وهذا ما حدث في محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار وحزام بغداد وديالة التي تم الاتفاق على عدم فتح هذا الملف نهائيا لأنه ملف حساس جدا من ديالة، وإن شاء الله سنفتحه في الأيام القليلة القادمة. لذلك أعتقد بأن السياسات الأمريكية في العراق سوداوية للأسف في قادم الأيام إذا ما كانت إدارة بايدن ستبقى على هذا النهج الذي هو امتداد لنهج أوباما بكل تأكيد للأسف الشديد. إذن هذه النظرة التي وصفها أستاذ زياد بأنها سوداوية كالسياسات الأمريكية في العراق في ظل بايدن والدارة القائمة في البيت الأبيض ستكون تجاه العراق سوداوية، وصفها الأستاذ زياد. نتحدث عن الغطاء الأمريكي لميليشيا الحشد، هل ممكن أن نشهد في الأيام المقبلة شيئا من هذا القبيل بحسب ما يتوقع بعض المراقبين بأن هناك ربما تصنيف لميليشيا الحشد كمنظمة إرهابية أو أن يرفع الدعم عنها بشكل كامل من قبل أمريكا ويتم استهداف قياداتها كما يتم معاقبة قياداتها الآن؟ يعني هو المطلوب أن تصنف هذه الميليشيات الإرهابية في العراق بهذا الوصف وأن يدرج كل قادتها وكل ضباطها كما يسمون وكل ممثليها أيضا السياسيين، لأنه حقيقة هو لا يوجد فاصل بين الوجوه السياسية كما يزعم الموجودة في البرلمان أو في الوزارة، وزارة الكاظمي أو من قبل وزارة عبد المهدي أو العبادي أو كذا، وبين الميليشيات الإرهابية. يعني عندما يتحدث برلماني تابع لعصائب أهل الحق فإنه يعبر عن المنهج الإرهابي لعصائب أهل الحق ويبرر جرائمها ويدعو إلى ارتكاب المزيد منها، وهذا حصل في موضوع يعني مواجهة الولايات المتحدة أو توجيه أقصد الصواريخ لسفارتها في بغداد أو فيما يتعلق باستهداف المتظاهرين وغير ذلك من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها هذه العصابات. فهو المطلوب أن يجري تصنيف هذه الميليشيات وكل شخوصها في الجانب السياسي في الجناح السياسي أو في الجناح العسكري كما يسمون يعني على هذه اللائحة، لكن أنا لا أتوقع حقيقة مثل هذا الوقت مثل هذه القضية لأن الوقت لم يعد كافيا. لكن فيما يتعلق بالموقف من يعني موقف إدارة بايدن المتوقع من الحشد هو مرتبط بالموقف من إيران بشكل عام ومن تصرفات إيران في المنطقة. أنا أعتقد الآن إيران في السنوات في الأسابيع القليلة الأخيرة ورفعها لمستوى التخصيب في اليورانيوم المخصب في مواقع المختبرات الإيرانية
الحقيقة هذا نوع من الابتزاز للولايات المتحدة، وهذا حول حتى بعض الذين كانوا يدافعون عنها داخل أوروبا وربما في بعض المؤسسات القريبة من البحثية يعني الاستراتيجية القريبة من الديمقراطيين، تحولت أيضا إلى يعني صف العداء للجانب الإيراني، لأن إيران مارست عملية ابتزاز واضحة في هذا الصدد. يعني رغم أنها لم تخرج من الاتفاق النووي لكنها على الورق، لكنها خرقت هذا الاتفاق واستهانت به وضربت بمفرداته عرض الحائط ولم تلتزم به على الإطلاق، مقابل أن الولايات المتحدة خرجت، في حين هناك أيضا أطراف أخرى ما تزال ملتزمة، أقصد الأوروبية ما تزال ملتزمة في هذا الاتفاق. أستاذ زياد، أستاذ مصطفى، في هذه النقطة المهمة قبل أن أنتقل أستاذ زياد، كما هو معلوم في العراق هناك ثورة سلمية وهناك أيضا مستجدات ومعطيات جديدة في على الساحة العراقية، منها هذه العقوبات لقيادي ميليشيا الحشد، وأيضا هناك يعني أسباب أو مبررات لهذه العقوبات هو بسبب تورطه لقمع تظاهرات سلمية. هل ترى أن إدارة بايدن بالمستقبل ممكن أن تكون على غير شاكلة أيام الحشد في عهد الرئيس الأمريكي إدارة أوباما؟ أنا قلت أن هذا مرتبط ب يعني المشروع الإيراني ومدى تجاوزه. توقعاتك؟ توقعاتي أن إدارة ترامب مشت في طريق لن يمكن لإدارة بايدن العودة إلى نقطة الصفر. الآن لا يمكن لإدارة بايدن أن تعود إلى الاتفاق النووي وهي ترى أن إيران رفعت نسبة التخصيب إلى 20% وتهدد بأكثر من ذلك. هذا لا يمكن أن يكون. هذه عملية استهداف السفارات الأمريكية والمقرات الأمريكية في العراق، إدارة بايدن لا يمكن أن تقبل بهذا الشيء. يعني المصالح الأمريكية في الدرجة الأولى والأخيرة هي التي تحكم وتتحكم بالقرار الأمريكي، سواء كان ديمقراطيا أو كان جمهوريا. نعم، ربما بعض الجهات التي تقدم استشارات للإدارة الأمريكية المقبلة ربما ستوصي في بعض الأشياء كما أوصت في عهد بايدن، لكن الظروف هذه لو كانت الظروف مشابهة للعهد الأوبامي، أما والآن صارت خطوات، يعني مضت العلاقة بين الأمريكان والإيرانيين في بقدر من التصادم والافتراق فيما يتعلق بحدود التنافس والنفوذ في المنطقة، مضت قدما لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تعود. يعني الآن كيف يمكن لإدارة بايدن أن تتعامل مع الولاية مع الجانب الإيراني بطريقة الجزرة وهي تلاحظ أن النظام الإيراني يستهين بالاتفاق، حتى وإن كانت الولايات المتحدة خرجت كما قلت، هناك أطراف أخرى، الأطراف الخمسة الأخرى في يعني في الاتفاق الأوروبية، كيف يمكن أن تتحدى الإدارة الأمريكية هذا الموضوع؟ كيف يمكن أن يعني تتجاوز أو تغض النظر عن موضوع أمن الكيان الصهيوني؟ كيف يمكن أن تقبل بتهديد مثلا منشآت النفط والقواعد الأمريكية في الخليج العربي؟ فقط أن أنتقل أستاذ زياد قبل أن نختم هذه الحلقة. أستاذ زياد، في أقل من دقيقة لو سمحت، عمليات القمع المفروض ضد التظاهرات السلمية في العراق، ربما من يتحدث يقول أن هذه العقوبات ستكون الباب أو المفتاح أو الشباك للدخول لمرحلة جديدة في التعامل مع هذه التظاهرات. كيف سيكون التعامل مع التظاهرات السلمية؟ هل تتوقع في الأيام المقبلة، في المرحلة المقبلة، أن يكون هناك قمع مفرط مستمر أيضا ضد التظاهرات السلمية في العراق وثورة تشرين؟ نعم، بكل تأكيد دكتور، لسبب منطقي وبسيط. القمع سوف يزداد والدماء سوف تسكب وتسفك في داخل العراق لسبب، وهو خلق أرضية ملائمة مع جو بايدن من أجل الوصول إلى تفاهمات لرفع العقوبات الاقتصادية والملف النووي. المظاهرات في داخل العراق ورفض سياسة إيران وعمليات القتل والاختطاف الممنهجة التي تحدث الآن
يجب أن تنتهي في فترة جو بايدن حتى يتم يعني استكمال مباحثات الملف النووي الإيراني، إضافة إلى أن جو بايدن يحتاج إلى عدم ضغوط على إدارته من أجل فتح هذا الملف مرة أخرى مع الجانب الإيراني. هذا بكل تأكيد، وهذا ما ستشهده للأسف الشديد المحافظات العراقية والعاصمة بغداد. شكرا لك أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. في الختام أشكرك أيضا أستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا، نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.